بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة لسن 1 في يون 3 من كتاب بيت باي بيت. هنحل اسئلة الدرس الاول في الوحدة الثالثة من كتاب بيت باي بيت. واللي فاتوا اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة تشغيل سنة خمسة من كتاب بيت باي بيت، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات اللي نزلت. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول لي listen and complete يعني استمع وأكمل. سؤال استماع، الكلمة اللي بتسمعوها بتكتبوها في النقط. سؤال الاستماع عبارة عن حوار ديالوج بين تامر وحسن. تامر بيقول لحسن good morning حسن، صباح الخير يا حسن. رد عليه حسن وقال له good morning تامر، صباح الخير يا تامر. can I help you، هل يمكنني مساعدتك؟ يبقى أول كلمة نكتبها can. رد عليه تامر وقال له yes please، نعم من فضلك. this box is very heavy، هذا الصندوق ثقيل جدا. تاني كلمة هنكتبها heavy. بعد كده حسن قال له no problem، لا توجد مشكلة. يبقى تالت كلمة problem problem، قال له no problem I am strong، أنا قوي. وبعد كده قال help النجدة أو المساعدة. بعد كده تامر قال له watch out، احترس. are you okay، هل أنت بخير؟ رد عليه حسن وقال له I think so، أعتقد ذلك. يبقى رابع كلمة هنكتبها okay. بعد كده بقول لي choose the correct answer، سوري بقول لي circle the odd one and replace it with a correct one. أول حاجة بنعمل دايرة على الكلمة المختلفة، وبعد كده بنجيب كلمة من نفس نوع الكلمات الباقية. عندنا في number one careful pineapple أورانج أبل، كلهم فروت فاكهة ما عدا كيرفول صفة بمعنى حريص. نعمل عليها دايرة ونكتب بيتش، بيتش يعني خوخة. بعد كده نمبر 2 عندنا 6 باي 10 4، كلهم نمبرز أرقام ما عدا باي، نعمل عليها دايرة ونكتب 5 يعني خمسة. نمبر 3 عندنا سترونج هيفي ماني كوايت، كلهم adjectives صفات ما عدا money معناها نقود أو فلوس، نعمل عليها دايرة ونكتب careful صفة. بعد كده عندنا think help box carry، كلهم verbs أفعال ما عدا box، نعمل عليها دايرة ونكتب go فعل بمعنى يذهب. number 5 father mother brother house، كلهم family members أفراد العائلة ما عدا house يعني منزل، نعمل عليها دايرة ونكتب sister أخت. بعد كده بقولي choose the correct answer from A, B, C or D، بنختار الإجابة الصحيحة من الأربع كلمات اللي تحت كل جملة. number one watch out، watch out حافظينها في الكلمات بمعنى احترس، يبقى هنختار out. watch out the train is coming. number two are you okay، برضو سؤال واخدينه حافظينه بمعنى هل أنت بخير، يبقى are. number three the box is very heavy، I can't carry it يعني الصندوق ثقيل جدا، أنا لا أستطيع أن أحمله، يبقى هنختار heavy. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده number 4 بيقول لي مجدي is strong يعني مجدي قوي. he can carry the heavy box، إيه اللي عرفنا إن هو قوي؟ الجملة التانية بتقول هو يستطيع أن يحمل الصندوق الثقيل، يبقى هنختار strong. number 5 let me help you dad، دعني أساعدك يا أبي. number 6 be careful يعني كن حريص. the box is heavy، الصندوق ثقيل. بعد كده عندنا باسج بنقراها ونترجمها وبعد كده بنحل عليها. هقرا الباسج وترجمها الأول. بيقول لي سارة is a good pupil يعني سارة تلميذة جيدة. pupil يعني تلميذ أو تلميذة. سارة is a good pupil يعني سارة تلميذة جيدة. she is in grade 5، هي في الصف الخامس، كلمة grade بمعنى صف يعني هي في سنة خمسة. she goes to school with her brother أدهم، هي تذهب إلى المدرسة مع أخيها أدهم. سارة likes her teachers and friends يعني سارة بتحب معلميها وأصحابها أصدقائها. she always helps them، هي دائما تساعدهم. yesterday بالأمس miss Mona was carrying heavy books، بالأمس الأستاذة منى كانت تحمل كتب ثقيلة. سارة helped her يعني سارة ساعدتها. سارة didn't watch out
سارة لم تحترس and dropped all the books، وأسقطت كل الكتب، يعني الكتب وقعت منها. She was very sorry، يعني هي كانت حزينة جدا أو كانت زعلانة جدا. بعد كده نمبر 1 بيقول لي Sarah goes to school with her sister، سارة تذهب إلى المدرسة مع أختها. طبعا كده فولس، احنا قلنا مع أخيها، قلنا مع أخيها أدهم، يبقى أول واحدة فولس يعني خطأ. نمبر 2 سارة didn't watch out، يعني سارة لم تحترس، ما خدتش بالها، يعني ترو صح زي ما قلنا في القطعة didn't watch out. نمبر 3 سارة likes her teachers، يعني سارة بتحب معلميها، طبعا ترو، يبقى نعمل تي في المربع الأول يعني صح. بعد كده بقول لي when did Miss Mona carry her books، يعني متى حملت Miss Mona كتبها، زي ما قلنا في القطع yesterday بالأمس. طيب عايزين نعمل إجابة كاملة، هنقول yesterday بالأمس she carried her books، yesterday she carried her books. السؤال التاني بقول لي why was Sarah sorry، ليه سارة كانت زعلانة أو حزينة، هنقول because she didn't out. احنا بقى هنكتب because من عندنا، قلنا لما بنسأل بواي، واي معناها لماذا، بتسأل عن السبب، بنجاوب على واي بي because او to، هنا هنجاوب بي because معناها لأن، هنقول because she didn't watch out and dropped all the books، لأنها لم تحترس وأسقطت كل الكتب يعني وقعوا منها، هنقول because she didn't watch out and dropped all the books. بعد كده ترتيب rearrange، يعني ترتيب أول جملة هتبقى I don't have enough money، جملة واخدينها قبل كده وحافظينها I don't have enough money، ليس لدي مالا كافيا. number 2 what kind of juice do you want، سؤال برضو أخدناه قبل كده وحافظينه، ما نوع العصير الذي تريده. number 3 no problem I am strong، يعني لا توجد مشكلة أنا قوي. number 4 is the box heavy، هل الصندوق ثقيل، is the box heavy. بعد كده بقول look and write a paragraph of 5 sentences، يعني انظر واكتب فقرة إنشائية من 5 جمل، بناء على الصورة اللي موجودة أمامنا بنكون الجمل. أول حاجة عايز أقول يوجد امرأة، يبقى there is a woman. عايز أقول يوجد ولد، there is a boy. بنعمل جمل سهلة وبسيطة. عايز أقول الولد يساعد مامته، يبقى the boy، the boy الكلمة الصغيرة دي boy B-O-Y، the boy is helping her mother، يعني الولد يساعد مامته. طيب عايز أقول هو يحمل الصندوق، he is carrying the box، he is carrying the box. سؤال في زمن المضارع المستمر، يعبر عن فعل يحدث، يعبر عن فعل يحدث الآن. بعد كده عايز أقول الولد لم يحترس، يبقى the boy isn't careful، يعني الولد لم يكن حريصا، the boy isn't careful. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلة الدرس الأول في الوحدة الثالثة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.